اهلا بحضراتكم مره تانية في الفقره الاخيره من الاهلي في رمضان. بيسعدنا ان يكون معانا واحد من النقاد الرياضيين العظماء على المستوى التحليلي وعلى المستوى الشخصي. بنرحب طبعا بضيفنا النهارده الاستاذ محمد القوسي. مساء الخير عليك استاذ محمد، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم والاهلي بخير. مساء الفل يا كابتن سعيد، بتواجدي معاكم مع فارس، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين. يا رب دايما اعياد وايام مباركه يا رب علينا كلنا ان شاء الله. الله باذن الله. قبل ما نخش في الدوري وعوده النادي الاهلي للبطوله المحليه، عايز اعرف رايك في المشوار الافريقي لغايه دلوقتي، وصول النادي الاهلي المره 18 لنصف نهائي بطوله افريقيا، دي جزء، والجزء الثاني تقييمك لموسيماني، اللي في اعتقادي الشخصي بعض الناس كانت بتنتقد موسيماني رغم الارقام الكبيره جدا على المستوى البطوله الافريقيه، على مستوى البطولات في فتره صغيره جدا، ودايما بنقول في بعض الاخطاء الفنيه في تغييرات، نروح ونيجي في ده، ولكن يبقى موسيماني بيأدي دور اكتر من رائع مع النادي الاهلي. تمام. يمكن قبل ما ادخل في دي، يمكن طبعا عايز يعني نعرج على المباريات العظيمه اللي بتلعب في دوري ابطال اوروبا، يمكن ماتش ريال مدريد ومان سيتي. الواحد نفسه يعني حتى لو ما بنقدرش، مش قادرين نوصل المستوى ده كابتن هاني يا فارس، ان احنا يعني على الاقل نقلدهم، يعني نفسي نقرب يعني شويه، نفسي نتعلم، نفسي نستفيد، نفسي الاجواء دي تبقى عندنا في مصر. الجمهور بيشجع ازاي، اللعبة بتلعب ازاي، المديرين الفنيين بره بيشتغلوا ازاي، الحكام بيشتغلوا ازاي، الدنيا هاديه ازاي، تقبل الناس للتحكيم ازاي، ايا كانت القرارات، تعامل الحكم مع الفار ازاي. ما شفناش كل هدف، يعني في 7 اهداف النهارده، لو ال7 اهداف دول في الدوري المصري كان تقريبا وقفنا 70 دقيقه في المباراه. فدي حاجات لازم نتعلمها، لازم نستفيد من ده، والا احنا بنتفرج ليه يا جماعه؟ يعني انا نفسي حكامنا يتعلموا، لاعبتنا يتعلموا، جمهورنا يتعلم، احنا بره نتعلم ازاي نتقبل ثقافه الفوز وثقافه الهزيمه، وكمان نتقبل فكره مفيش حاجه اسمها بره ومفيش حاجه اسمها جوه. دلوقتي في كره القدم انت بتروح تلعب الماتش ده. كنت عايز اسالك السؤال دوت، تفضل ان يطبق هذا القرار على مستوى البطوله الافريقيه، على مستوى تصفيات افريقيا مثلا مؤهله لكاس العالم، ان خلاص مفيش الجون يتحل تمام بالظبط؟ تفضل ده يحصل دلوقتي بالظبط، يعني مثلا القاعده دي، المصري اتعادل 2-2 مع نهضه بركان وطلع. لو افريقيا بقت زي اوروبا افضل ده، بمعنى ان اوروبا ليها اجواء. النهارده ريال مدريد كانه بيلعب في ملعبه في مدريد، ما فيش حد لا بيحط له ليزر، ما حدش بيهاجمه، ما حدش بيرمي له ازايز، ما حدش بيعمل له رعب، ما حدش بيعمل له ارهاب، بيروح ويجي بسلاسه، بيروح ويجي بسهوله. لكن الاجواء المرعبه اللي الفرق بتروح تلعب فيها، ده احنا بنبقى قاعدين قدام التلفزيون ونبقى خايفين ومتوترين من الفرق بتواجهه هناك. فاعتقد ان في افريقيا صعب جدا يا كابتن انك تسجل بره ملعبك، فده بتبقى حاجه صعبه جدا، حاجه. فالميزه تظل في افريقيا الى ان الكوره تتطور في افريقيا وتصل الى المستوى اللي حقق العداله الكامله. انا شايف ان النظام اللي معمول في اوروبا ده نظام عادل ونظام محترم جدا وكله هيستفيد منه، لكن في افريقيا صعب جدا، لانك لما بتروح شفنا حصل معانا ايه في السنغال، الاجواء مختلفه بالظبط، شفنا حصل ايه مع النادي الاهلي في 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 المغرب في ملعب نهضه بركان، الاجواء مختلفه، اجواء يعني انا اسف في اللفظ بين قوسين، اجواء فيها رهبه كتيره جدا. مش عايز اقول بس هو هيساعد، لان انت لما تلغي قاعده الهدف خارج الارض بهدفين، انت هتساعد ان الفرق لما تيجي تلعب خارج ارضها تقدر تلعب بصيغه هجوميه اكتر. ما هو ده كويس، فده هيسهل، وعلى فكره هيقلل كتير جدا من حساسيه المباريات، لان انت بتروح عامل حسابك ان الهدف هيجي خارج ارضك بهدفين وبتكون الامور مشحونه، انما انت هتلعب مباراه على ارضك خارج ارضك، الكره هتبقى مفتوحه اكتر، الكره هتبقى هجوميه اكتر. اعتقد ده ممكن هتزود شويه، هتزود شويه ان